عشر أشياء لا تعرفها عن نفسك. لديك أربعة ألوان في بشرتك، جميع أنواع البشرة ستظهر باللون الأبيض الكريمي دون تلوين. الأوعية الدموية القريبة من السطح تضيف بعض الإحمرار، والصبغ الأصفر يضيف بعض اللون أيضا، وأخيرا صبغة الميلانين التي تنشأ استجابة للأشعة فوق البنفسجية تظهر سوداء بكميات كبيرة. هذه الألوان الأربعة أبيض أحمر أصفر وأسود تمتزج بنسب مختلفة لإنشاء ألوان البشرة في جميع شعوب العالم. العالم يضحك معك تماما كمراقبتك لشخص يتثاءب، يمكن أن يحفز الشعور في نفسك. وتشير الدراسات الجديدة أن الضحك هو إشارة اجتماعية للتقليد. الاستماع إلى الضحك يحفز منطقة في الدماغ مرتبطة بحركات الوجه. المحاكاة تلعب دورا هاما في التفاعل الاجتماعي، والإشارات كالعطس والضحك والبكاء والتثاؤب قد تكون سبلا لخلق روابط اجتماعية قوية في المجموعة. الأدمغة الكبيرة تسبب الأفواه الضيقة. التطور ليس مثالي، لو كان كذلك لامتلكنا أجنحة بدلا من ضروس العقل. وفي بعض الأحيان الصفات عديمة الفائدة لبعض الأشياء تلتصق بها لأنها لا تسبب الكثير من الأذى، ولكن ضرس العقل لم يكن دائما محط نقد أطباء الأسنان. فمنذ فترة طويلة كانت ضروس العقل بمثابة مجموعة ثالثة للأسنان ومفيدة في هرس اللحم، لكن مع نمو أدمغتنا تغير الهيكل العظمي للفك وترك لدينا أفواه صغيرة مكتظة بالأسنان بشكل كبير. خلايا الشعر تعمل على تحريك المخاط. معظم الخلايا في أجسامنا تحتوي على عضيات شعرية تسمى أهداب، تساعد على إخراج مجموعة متنوعة من الوظائف بداية من الهضم إلى السمع. في الأنف تساعد هذه الأهداب على تصريف المخاط من الأنف إلى الحلق. الطقس البارد يبطئ من هذه العملية، لذلك يصبح لدينا فائضا في المخاط. البلوغ يعيد بنية الدماغ. نحن نعلم أن التغييرات في الجسم التي تغذيها الهرمونات ضرورية لتشجيع النمو واستعداد الجسم للتناسل، لكن لماذا هو أمر غير سر للمراهقين؟ الهرمونات مثل هرمون التستوستيرون تؤثر فعلا في تطوير الخلايا العصبية في الدماغ التي لديها الكثير من العواقب السلوكية، ويتوقع حدوث التصرفات العاطفية الغريبة والشعور بالحرج واللامبالاة وضعف مهارة صنع القرار بسبب عملية نضوج المنطقة المسؤولة عن ذلك في القشرة الأمامية من الدماغ. آلاف البويضات لم تستخدم من قبل المبايض. عندما تصل المرأة إلى أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات من عمرها تتوقف دورة الطمث الشهرية التي تسيطر على مستويات الهرمونات لديها وتعمل على إعداد البويضات للتلقيح. تبدأ المبايض بإنتاج كميات أقل وأقل من الإستروجين، وذلك يعمل على تحريض التغيرات الجسدية والعاطفية عبر جسدها. تصبح الجريبات غير الناضجة فاشلة في إطلاق البويضات بشكل منتظم كما من قبل. متوسط الفتاة المراهقة لديها 34 ألف جريب غير مكتمل النمو، على الرغم أن 350 فقط تنضج خلال حياتها تقريبا، كتقدير بويضة واحدة في كل شهر. ثم تتلف الجريبات غير الناضجة مع عدم احتمال حدوث الحملة، ويتوقف الدماغ عن تنشيط الإفراج عن البويضات. الكثير من الأكسجين غذاء للفكر. على الرغم أن الدماغ يشكل 2% فقط من وزن الجسم، إلا أنه يستهلك 20% من الأكسجين والسعرات الحرارية في الجسم. لنبقي أدمغتنا مليئة بالموارد والأفكار، ثلاثة شرايين دماغية رئيسية تعمل على ضخ الأكسجين إلى الدماغ باستمرار. انسداد أو انقطاع واحدة منها يعمل على تجويع خلايا الدماغ إلى الطاقة التي يحتاجها ليقوم بوظائفها. تتحلل العظام لموازنة المعادن، بالإضافة إلى دعم الأعضاء والعضلات في أجسامنا. تعمل العظام على تنظيم مستويات الكالسيوم لدينا. تحتوي العظام على الكالسيوم والفوسفور التي تحتاجها العضلات والأعصاب، فإذا نقصت هذه العناصر في العضلات والأعصاب تعمل هرمونات معينة على تحليلها من العظام لتكثيف مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم إلى أن تصل إلى التركيز المناسب للخلايا. وضعية الجسم تؤثر على الذاكرة. تتجسد الذكريات في حواسنا. رائحة أو صوت ما قد تثير حلقة قديمة من مرحلة الطفولة. وأظهرت الدراسات أن تذكرك لمواقف قديمة يتم بشكل أفضل إذا كان جسدك في وضعية مماثلة لوضعيتك في الحدث فيما مضى. معدتك تفرز حمضة أكل.
هناك سائل واحد خطير في جسدك لا يمكن لأي أحد السيطرة عليها، إنه في أمعائك. تفرز معدتك حمض الهيدروكلوريك، وهو مركب يستخدم لعلاج تآكل المعادن في العالم الصناعي. يستطيع عمل الحديد مخللاً، لكن المخاط المبطن لجدار المعدة يبقي الجهاز الهضمي بأمان من هذا السائل السام الذي يعمل في تحطيم الغذاء.